اخيرا جيتي، انا افتكرتك مش هتيجي لما اتاخرتي قوي كده. ايه هو سيف منعك من النزول بعد اللي حصل امبارح ولا ايه؟ لا ابدا، كان عندي حاجات كتير مهمه لازم اخلصها. على فكره سيف ملوش علاقه بتاخيري على الشغل، انا بكلمه من امبارح ما بيردش عليا ومعرفش هو فين. كمان هو اللي مش بيرد عليكي؟ بصراحه بزعل عشانك يا ريهام، مش فاهم واحده ست زيك مستحمله الوضع ده ازاي. عموما هي جت منه، انت كده كده مش مبسوطه معاه وضاغط عليكي، هي دي فرصتك عشان تاخدي قرار. اخد القرار؟ تصدق انا اول مره اشوفك على حقيقتك. انا كنت فاكره ان انت صديق. لا صديق ايه، انت حتى خساره في كلمه صديق. ده انا استأمنتك على نفسي وكنت بقعد افضفض معاك واحكي لك، لكن انت استغليت ضعفي واستغليت اللخبطه اللي انا كنت فيها وكنت بتسخني عليه بدل ما تهديني. انت ازاي شايفاني كده؟ هي دي حقيقتي فانيكي؟ انا مش بس شايفاك كده، ده انت اول ما شفته رحت وقلت له كل حاجه كانت بتدور ما بيننا. انت بوظت لي حياتي، ده انت لو كنت بتكرهني ما كنتش هتعمل كده. انا اكرهك؟ لا يا ريهام، ده كتير. الحقيقه الوحيده هي اني بحبك، وطول عمري كنت بحاول احسسك بقيمتك واحسسك قد ايه انت تستاهلي حد تاني يخاف عليك ويقف في ظهرك ويقويكي. عموما الطلاق مش نهايه الدنيا، في ناس كتير بتتطلق لما بيكتشفوا ان هما مع الشخص الغير مناسب. وانت كمان، انت كمان تقدري تبداي حياه جديده، حياه تكوني متقدره فيها وسعيده. ارجوك يا ريهام اديني فرصه، وادي نفسك فرصه، ادينا فرصه قبل فوات الاوان. تاكدي ان انت لو سبتيه مش هتكوني غلطانه. للاسف كلامك ده بيأكد لي ان سيف كان معاه حق وان انا كنت غلطانه، وان لو عشت عمري كله عشان اتاسف له ما يكفيش. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.